دعا بيان صادر من مجلس الأمن إلى الوقف الفوري لما اسماه العنف ضد المدنيين بالسودان، وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة. شجع البيان الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية، ودعا أعضاء بمجلس الأمن الدولي كل الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل معا باتجاه التوصل إلى حل متوافق عليه للأزمة الحالية. وأكد الأعضاء التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه.